السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة. احنا الآن كنتواجدوا في مدينة تمارا في مركز المدينة. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. دائما في إطار تتبع الملف ديال القاطني دور الصفيح بمدينة تمارا، وكما شفتوا معنا الفيديو اللي كنا صورنا لكم ديال القرعة، فالقرعة مستمرة الإخوان. ربما كما سبق وشرحت لكم الامور الحمد لله راه غادي على احسن ما يرام. ربما اللي لفت الانتباه ديالي هو ان بزاف الناس مساكن كيبغيو السفليه، كيبغيو بروميير ايطاج. هنا كتبقى القرعه مساله حظ، كتبقى القرعه مساله حظ. نتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. بالنسبه لعمليه الهدم، عمليه الهدم متواصله بمدينه تمارا، الارقام في ارتفاع متواصل. عمليه الهدم مركزه الان في الملحقه الاداريه الثامنه وبعض النقط المتفرقه. كنشوفوا اجواء سبحان الله الرحمه ديال الله، يعني في الوقيته اللي يعني الكل يعني كيقول الاجواء حاره، الجو سخون كذا، فكنشوفوا الحمد لله الجو فجاه الله عز وجل من كيما واحد الامر اذا اراد شيئا ان يكون كيقول له كن فيكون. يعني امور صراحه اللي كتبعث الاطمئنان ان الرحمه ديال الله ديما كاينه، وهذا امر جميل والانسان ما يقنطش من رحمه الله الاخوان. فاللي كنبغي ناكد عليه هو ان القرعه متواصله بمدينه تمارا وعمليه الهدم كذلك متواصله. شوفوا الماء قلت هنا الاخوان، الماء تجمع في هذه البلاصه، هذه تجمعنا في الجنبات ديال القصابه، يعني هنا كنطحش واحد الامطار مهمه، وربما احتمال في هذه الليله ان شاء الله غتكون امطار مهمه كذلك. فنتمنى من الله الخير. رياح قويه في هذه الاثناء، رياح قويه بمدينه تمارا. الاخوان اللي شادين الطريق ردوا البال، الله يجازيكم بخير، ردوا البال والله يدير لي فيها الخير للجميع. كما كنقول لكم عمليه الهدم مستمره ان شاء الله. تسجيل صفر حاله مجموعه من الملحقات الاداريه، حل المشكل ديال اصحاب الشكايات ان شاء الله. ما بقاش له بزاف ان شاء الله، وغادي يكون غير الخير. هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا معنا الان كنتواجدوا في القرب من جامايكا، بالقرب من جامايكا. كما كتشوفوا الاخوان شويه ديال لومبوتياج، هادشي امر عادي ان شاء الله. ملي غتحل الطريق تولي الطريق كدي نيشان شارع محمد الخامس اللي غيتفتح ان شاء الله. فكنبغي ناكد على واحد النقطه اللي مهمه، فيما يتعلق بعملية الهدم. مجهودات كبيرة ديال أعوان السلطة، جميع الإخوان المتداخلين في عملية الهدم. كنشوفوا مجموعة من الأمور اللي هي غاية في الأهمية، اللي صراحة كتعطينا واحد النتيجة اللي هي مهمة في الأخر. فكنشوفوا أعوان السلطة، كنشوفوا الإخوان كاملين منخرطين في عملية الهدم، كنشوفوا كذلك الأخ إبراهيم اللي كيقوم بواحد المجهودات كبيرة في الملحقة الإدارية الثامنة. السيد القائد عفيفي صراحة الله يكون في عوانه، كنقولها ونعاود الله يكون في العوان. أكيد الخير جاي للقدام، الله يرحمنا صراحة. الشتيوة هذه اللي طاحت الإخوان البارح اليوم في الصباح تبارك الله، وأمطار في هذه اللحظات غتعرفها مدينة تمارا بإذن الله أمطار مهمة. كنشوفوا السماء تبارك الله تقلات غيمات، الله يرحمنا هذا هو اللي كاين. نتمنى من الله الخير والتيسير. نقطة مهمة الإخوان نشير لها، بعض أفراد جيش الوداع فتحوا المنازل ديالهم، فتحوا البيوت ديالهم الكبار، فتحوا النادي الدراوش مساكن اللي كيجيو يتشمشوا النهار كامل بعد ما شملاتهم عملية الهدم، ومشاو يكريو بلايص بعاد وخرجوا من مدينة تمارا
وكيجيو يدخلوا وليداتهم للمدرسه ويتسناهم حتى يخرجوا باش يديهم معاهم. فالله يجعلها في الميزان المقبول، الله يجعلها في الميزان المقبول. والله القاسم مني شفت هاد الامور البارح، لاش غنقول لكم، واحد الاحساس عجيب. الله يقوي بحال هاد الناس، والله يكثرهم يا ربي، هادشي اللي كنتمناه. رعد وبرق، لا تنسوا التسبيح، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله يرحمنا. واحد النقطة مهمة الإخوان اللي شاروا لها بزاف الناس في المرحلة اللي قاطيني دور الصباح، كي غادروا مدينة تمارا، فكنشوفوا ركود في التجارة. التجارة صراحة وقفات، كانت واحد الوقيتة 4 دراهم زيتون، 2 دراهم شي غادي شي جاي، يلا بيض، مجموعة من الأمور، غانون الحليب تبارك الله شحال كان كيخرج. واش عرفتوا الإخوان شنو هي 15000 أسرة غير في تمارا؟ واش عرفتوا شنو هي 15000 كرتونة ديال الحليب في النهار؟ 15000 خبزة في النهار، هذه في الفطور، يعني كنهضروا على 40000 50000 خبزة غتوفر دابا. سبحان الله، أرزاق الإخوان، مشات من هنا مشات لهوية غادة، والأمور هي هذه، الدنيا هي ديال الإخوان، كل واحد ورزقه. اللهم يسر، اللهم يسر، الله يفتح بيبان الرزق على كل شيء. إلى هنا متشبعينا الكرام في انتظار مستجدات أخرى، فغنواكبوا معكم الأمور إن شاء الله، ونقربكم من كل كبيرة وصغيرة. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.